أقول لك هذه الحصى المتقاربة هل لها اسم معين عندكم لكم مثل هذه الأشياء؟ طبعا هي ما كل حصائلها اسم. إيه نعم. أها. الحصى المشهور يعني الكبير. أيوة. مثل هذه الحالة. أيوة. تكون يعني مجموعة من الحجارة الكبيرة المتقاربة. أها. يطلق عليها أيضا العمانيين. أها. اسم الرقمة. الرقمة إيه هذه نعم. الرقمة. أيوة. نعم. جزاك الله خير بارك الله فيك.